جنرال امريكي متقاعد يكشف عن امر اضر بعلاقه بلاده مع تركيا حيث انتقد القائد السابق للقوات البريه الامريكيه في اوروبا الجنرال بن هودز دعم الرئيس الامريكي سابق دونالد ترامب لوحدات حمايه الشعب الكرديه، واشار بن هودز خلال حديثه مع قناه خبر ترك الى ان اصرار الاداره الامريكيه السابقه على دعم وحدات حمايه الشعب الكرديه بالسلاح كان خطا كبيرا واضر بعلاقه الولايات المتحده مع تركيا، واكد بن هودز ان تقديم واشنطن السلاح لوحدات حمايه الشعب بزعم مكافحه تنظيم الدوله كلف الولايات المتحده الكثير مضيفا ان هذا الامر كلفهم ضررا كبيرا في العلاقات الاستراتيجيه مع تركيا والتي هي اهم بالنسبه لهم واضاف اعرف ان هذا الكلام قد يكون مفاجئا للاتراك ولكن يجب ان نعترف ان دعمنا لتنظيم وحدات حمايه الشعب بالسلاح كان خطا كبيرا وأثر سلبا على علاقتنا مع تركيا وختم الجنرال الأمريكي قائلا لهذا السبب هناك وفد من الكونغرس في أنقرة حاليا لمحاولة ترميم العلاقات مع تركيا